يقول السائل: نرجو توضيح موضوع النقاب للمرأة، ولماذا يكشف وجه المرأة عند الطواف؟ من قال أنه يكشف وجه المرأة عند الطواف؟ لا، هذا غلط، ما يكشف وجه المرأة، وجه المرأة يغطى عند الرجال، يغطى في الطواف وفي غيره، لكن بغير النقاب وبغير البرقع، وإنما تغطيه بالخمار أو بالثوب الذي عليها، تضفي طرفه على وجهها ولا تكشف وجهها في الطواف. والنقاب هذا حسب العادة، إن كان عادة البلد إنهم يلبسون النقاب تلبس النقاب، لكن ما هو النقاب المعروف الآن اللي يبدو منه كثير من الوجه؟ ما هو هذا هو النقاب. النقاب هو الذي ليس فيه إلا قدر العين، فتحة قدر العين فقط تبصر منها، أما النقاب الذي يخرج منه شيء من الوجه زائد عن العينين هذا ليس هو النقاب المعروف. نعم.